الله واملأ قلبك بالأمان. كوكب الأرض في زمننا ضيعوا فيه المعاني. لو تحب تشوف وتسمع صوت بلاله جاي تاني، انسى كل هموم حياتك، يلا نروح لكوكب تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني. أخوي وحبيبي، النهاردة محتاجين نطلع لكوكب. الكوكب دوت لو قدرنا نتخلق بالخلق اللي فيه بفضل الله سبحانه وتعالى، هنضمن ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا عبادتنا، وان نضمن ان شاء الله ان ربنا يستجيب دعائنا. تعالوا نركب سفينة الفضاء، يلا بسرعة. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يلا طالعين في سماء الطاعة، الله أكبر، بنقرب من عالم الكواكب اللي موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى. قربنا ودخلنا على كوكب اسمه كوكب الورع. كوكب الورع كوكب جميل أوي أوي، خلق عظيم جدا جدا، لا يتخلق به إلا أهل الإيمان والتقوى. ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. الورع في زمن انتشر فيه الطمع، لكن في ناس بفضل الله هم قلة قليلة لكن موجودين، ناس عندهم ورع، ناس عندهم فعلا رغبة في الآخرة، ناس عندهم زهد شديد جدا في الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا بسرعة كده قبل ما الوقت يجري نشوف ونتعرف على سكان الكوكب الجميل دوت، علشان نعيش مع الخلق الجميل ده ونتعلم الخلق الجميل دوت. كان أول قصر، كان قصر عجيب جدا، كان قصر واحد صاحب الجرة. مين اسمه أو اسمه إيه الراجل ده؟ إحنا مش عارفين، لكن هو صاحب الجرة، معروف بكده، قصر صاحب الجرة. إيه صاحب الجرة؟ تعال نشوف حديثه من القصة الجميلة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. قال صلى الله عليه وآله وسلم، أخبر في عجالة سريعة كده معنى الحديث، إن في رجل اشترى من رجل أرض. الكلام ده كان في بني إسرائيل. فالرجل اللي اشترى الأرض ده أو الأرض ديت من التاني، حصل إيه؟ وهو بعد ما اشترى منه الأرض ابتدى من تاني يوم مباشرة ابتدى إن هو يعني يحرث في الأرض ويشتغل فيها، وقدرا بيضرب بالفاس، فجأة لقى شيء صلب كده تحت الفاس، بيفحت بالراحة كده وبيشيل التراب بالراحة أو الطمي بالراحة، لقى جرة كبيرة، حاجة كده زي زلعة كبيرة كده مليانة ذهب. فراح واخدها وراح رايح لصاحب الأرض اللي اشتراها منه. طب يا عم انت اشتريت الارض خلاص، الارض دي اصبحت ملكك انت، يعني اللي تلاقيه كله حلالك يعني بلغة الناس يعني. لا، راح لصاحب الارض وقال له، يا اخي لقد اشتريت منك الارض فوجدت فيها جرة من الذهب، فلعلها يعني بتاعتك. قال له، لا والله ليست ملكي. قال له، طب خلاص حتى لو ما كانتش ملكك اتفضلها برضو خدها. فقال له، لا انا بعت لك الارض بما فيها. التاني قال له، لا انا اشتريت منك الارض ولم اشتري منك الجرة. سبحان الله. ففضلوا هما الاثنين يعني يتناوشوا مع بعض ويتداولوا مع بعض الكلام، زعلانين من بعض، مش عشان هات لكن علشان خد. كل واحد بيقول للتاني خد، زعلوا من بعض عشان كلمة خد مش عشان كلمة هات. سبحان الملك. فالاثنين اول ما لقوا بقى الموضوع بقى احتدم بقى، وده زعلان وده بيقول، لا انت خد جرتي، ده بيقول لا انت اللي خدها. قالوا خلاص نتحاكم الى ايه؟ الى القاضي. فراحوا للقاضي بيتحكموا ما بينه، ايه رايك انا اشتريت من الراجل ده الجره ديت، والراجل ده يعني اشتريت من الراجل الارض ديت فلقيت فيها جره الذهب، حبيت اديها له ما رضيش ياخدها وعايز يديها انا، فايه رايك احكم ما بيننا؟ فالرجل تعجب، القاضي قاعد، وده اغرب يعني اغرب قرار او اغرب قصه وردت على قاضي على وجه الارض. تعالى يا قاضي واتفرج على اللي بيحصل النهارده بين بعض المسلمين اللي واكلين حقوق بعض، اللي بينصبوا على بعض، اللي بيحتلوا بأي طريقة علشان يحرموا قرايبهم من الميراث، وبيحرموا قرايبهم من فلوسهم ومن حقوقهم. تعالى اتفرج النهارده، مش بيتناوشوا وبيعملوا مشاكل علشان خاطر خد، لكن علشان خاطر هات. فسبحان الله، فالقاضي تعجب وتبسم وقال، هل عندكم الأولاد؟ قالوا، أجل. واحد فيهم قال له، أنا عندي غلام ما شاء الله كبير. والتاني قال له، وأنا عندي جارية برضه بنت كبيرة. قال له، خلاص زوجة الغلام للجارية
وأنفقوا من تلك الجرة على كل إيه؟ على كل العائلتين. سبحان الله، كان دي ثمرة جميلة جدا، فكان صاحب الجرة دي كان لي قصر جميل جدا في كوكب الورع بفضل الله سبحانه وتعالى. تاني واحد كان ليه قصر جميل جدا جدا طبعا كان الإمام العلم الكبير الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق في الحديث اللي رواه البخاري كان ليه قصة جميلة جدا نحكيها لكم بسرعة، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر كان عنده غلام، عبد عنده، كان عنده غلام. الغلام ده كان بيروح يشتغل كل يوم ويأتي بالخراج بالمال ويروح يدي أبو بكر يعني الطعام أو غير ذلك. فالمهم في يوم من الأيام كان طبعا كل يوم بيجيب له الأكل، فأبو بكر يسأله كل يوم يقول له من أين أتيت بهذا الطعام؟ يقول له يا أبا بكر والله أو يا سيدي رحت اشتغلت واحتطبت وعملت وبعت الخشب فجيت بالأكل ده. آه تمام حلال. في اليوم الثاني عملت كذا. فكل يوم يسأله. في يوم مرة واحدة يا جماعة نسي أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يسأل الغلام، فالغلام حط الأكل قدام أبي بكر، فأبو بكر رضي الله عنه وارضاه راح واكل، كل قد إيه؟ لقمة واحدة، ما كلش بقى رغيفين ثلاثة، هو لقمة واحدة. فأكل لقمة، فالغلام استغرب فقال يا سيدي كنت تسألني كل يوم من أين أتيت بهذا الطعام واليوم لم تسألني. قال أجل من أين أتيت، حط الرغيف كده قال له من أين أتيت بالطعام. قال يا سيدي كنت تكهنت لقوم في الجاهلية قبل أن أسلم. يعني طبعا الكهنة حرام وأجل الكاهن حرام، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كنت تكهنت في الجاهلية لأناس وما أحسن الكهنة، يعني الكهنة أصلا حرام وهو كمان ما كانش بيحسن الكهنة، يعني كان بينصب عليهم. قال فلقيتهم اليوم فأعطوني هذا المال فجئتك منهم الطعام. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وضع أصبعه في فمه يريد أن يتقيأ، ما فيش يعني مش قادر يتقيأ لأن هي لقمة واحدة، ويقول يا خليفة رسول الله يعني رفقا بنفسك. فقال والله لو لم تخرج إلا ومعها روحي لأخرجتها. وفضل يتقيأ لحد ما أخرج هذه اللقمة وقال أما علمتم أن العبد لا يرفع له دعاء 40 يوما إذا أكل لقمة من الحرام. ده كان موقف جليل جدا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هدية لكل من لم يتورع عن أكل الحرام. ناس يعني مش عايز أقول فعلا في ناس فعلا بكل أسف لا تتورع أبدا عن أكل الحرام، ما تفرقش معاه حلال ولا حرام. المهم وده اللي النبي قال عنه كما عند البخاري يأتي على الناس زمان والله يا رسول الله بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، كأنه شايفنا وشايف حال الأمة من وراء زجاج شفاف. قال لا يأتي زمان، سيأتي زمان على أمتي لا يبالي فيه المرء من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام، مش فرق معاه. ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين. أخوي وحبيبي كان القصر الثالث الجميل اللي موجود في كوكب الورع كان لأمير المؤمنين فاروق الأمة الأكبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وكان في قصة عجيبة جدا. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بيحكم 26 دولة. في يوم من الأيام ابنه عبد الله بن عمر راح من خالص ماله الحلال الحر اشترى بعض الإبل اللي هي هزيلة جدا جدا كده وشكلها يعني تعبان، وراح واخدها وطلع بها على الأماكن المراعي وبدأ يأكلها ويشربها حتى ما سمنت ما شاء الله واتملت لحم، وراح السوق عشان يبيعها. وهو رايح يبيعها كان في دخول الوقت ده دخول أمير المؤمنين عمال بيطمئن على أحوال الرعية، فبص لها إبل ما شاء الله متينة كده ومليانة لحم. فقال إبل من هذه؟ قالوا إبل عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. فقال بخن بخن يا ابن عمر، وراح منادي عليه قال تعالى يا عبد الله من أين أتيت بهذا؟ قال يا أبتاه أو يا أمير المؤمنين اشتريت إبلا أنضاء يعني هزيلة فسمنتها في المراعي. قال أجل نعم. عمر الخطاب بيقول له أجل دخلت بالإبل في المراعي؟ فقال الناس اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين وأطعموا إبل ابن أمير، يعني هيجملوك طبعا على حساب الإبل التانية بتاعت الناس البسطاء. ثم قال يا عبد الله بن عمر خذ رأس مالك، بع هذه الإبل وخذ رأس مالك وضع بقية المال في بيت مال المسلمين ولا تعود إلى هذا. يا سبحان الله، يعني مش من حق عبد الله بن عمر بمناسبة انه ابن امير المؤمنين انه يعيش زيه زي اي واحد من الرعية ويتاجر ويبيع ويشتري ويعيش، هو بيعتبر ان دوت في تعدي
ليه؟ لانه بيقول اكيد هيجاملوك وياكلوها ويشربوها ويسمنوها لانها الابل بتاعت ابن امير المؤمنين. فخاف سيدنا عمر ان يكون السمنه اللي حصلت للابل ديت جاءت مجامله على حساب ضعاف المسلمين، فقال له بيعها وخذ راس مالك وضع باقي المال في بيت مال المسلمين. عمر بن الخطاب اللي في يوم من الايام وهو امير المؤمنين يا جماعه راح عشان يحج، صرف في الحج رايح جاي، يعني تخيل من مدينة إلى مكة ومن مكة إلى المدينة 80 درهم، 80 درهم مش 80 دينار، 80 درهم. فقال ما أخلقنا أن نكون قد أصرفنا في مال الله جل وعلا. إيه ده؟ والله أنا خايف نكون إحنا فعلا أصرفنا وصرفنا كتير جي. يعني تخيل واحد راح يحج دفع مثلا يعني مثلا 200 جنيه، طب ازاي؟ وهو راجع بيقول والله العظيم انا خايف اكون افتريت وصرفت كتير. عمر الخطاب بيعمل كده، بيقول ما اصرفنا ان او ما اخلقنا ان نكون قد اصرفنا في مال الله عز وجل. في يوم من الايام يمرض سيدنا عمر بن الخطاب وهو امير المؤمنين اللي لازم يكون صحته زي الفل عشان يقدر يحكم ويقدر يشوف احوال الرعيه ويقدر يشوف مصالح المسلمين، يمرض. فيصف له الطبيب العسل، قال له علاجك ان انت تشرب عسل. امير المؤمنين ما عندوش في بيته عسل، لكن كان في عكة من عسل، برطمان عسل أو زلعة فيها عسل موجودة في بيت مال المسلمين. يطلع عمر الخطاب على المنبر وينادي على الناس ويقول لقد أشار علي الطبيب بأن أتناول العسل، وهناك عكة من عسل في بيت مال المسلمين، فإن أذنتم لي أن آخذها وإلا فهي علي حرام. عمرك تخيلت حاجة زي كده؟ شيء والله العظيم يا جماعة فوق الخيال. تعال احكي لك قصة جميلة جدا برضو لواحد برضو كان ليه قصر، الإمام الزجاج. الإمام الزجاج رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام خارج من بيته، كان بقاله 3 أيام وده اليوم الرابع ما كلش ولا لقمة وما فيش في جيبه دينار واحد عشان ياكل ويعيش زي الناس ما عايشة. خارج لبيت الله الحرام، كان عايش في مكة، فهو خارج بدأ يسأل المولى عز وجل يقول يا رب يسر لي من يطعمني، فاني لا احب ان اسال احدا. يا رب انا مش عايز اسال حد، انا مش عايز اطلب من حد فلوس يا رب، مش عايز اذل نفسي يا رب غير ليك. يا رب يسر لي يا رب الطعام، بقالي 4 أيام ما اكلتش. وهو في الحرم داخل يصلي وبيطوف، فجاه لقى عقد، العقد ده كان غالي جدا جدا، فراح واخد العقد وراح شايله في بيته ورجع تاني الحرم يبحث عن صاحب العقد، فوجد رجلا ينادي من وجد عقدا صفته كذا وكذا سأعطيه 500 دينار. فراح منادي على الرجل قال له العقد بتاعك مواصفاته ايه؟ قال له مواصفاته كذا ولونه كذا ومحطوط في كيس لونه كذا والعقد دوت عدد حباته كذا. فذهب به الى البيت وفعلا راح مراجع كل المواصفات، الاهم مواصفات هي بفضل الله سبحانه وتعالى. فراح مدير العقد واذا بالرجل يخرج له 500 دينار. فالإمام الزجاج فكر كده وقال له لا يا أخي، إنه لا ينبغي أن آخذ منك ثمنا على ذلك أبدا، إني فعلت هذا الأمر ابتغاء مرضات الله، فليكن هذا الأمر ابتغاء مرضات الله. قال له يا أخي والله خذ هذا المال يعني بنية صافية، والله لا أريد شيئا، يعني أنا بديها لك بسماحة نفس. قال له لا والله لا أريد شيئا. قال وبت طاويا ما أكلت شيئا لحد ما جاله جار ليه بعد كده ويعني وحس بالازمه اللي هو فيها واطعمه. الامام الزجاج شوف القصه العجيبه، بيقول في يوم من الايام كنت رايح مسافر من بلد لبلد ابحث عن عمل، خلاص ضاقت بيا ارض مكه، رحت بقى من المكان بقى قريب من جده كده، ركب سفينه ويعني حب يروح مكان تاني علشان ايه يعني يلتمس لقمه عيش طيبه. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان السفينه تغرق وكل من معه يموت، ولم يبقى إلا الإمام الزجاج تعلق بلوح خشب حتى ما وصل لجزيرة من الجزر فنزل. فلما نزل هناك دخل على ناس أهل قرية فعرفوا أنه رجل غريب، فأكرموه وجابوله لبس وأكلوه وشربوه وسألوه من أين أنت؟ قال أنا من أهل مكة. فقال له سبحان الله، هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال أحفظ القرآن كله وأقرأ القرآن وأكتبه بفضل الله سبحانه وتعالى. قال له طيب ده إمام المسجد بتاعنا مات، فتعال انت تشوف يعني نجرب ونسمع صوتك. فدخلوه للامامه، دخل فسمعوا صوتا جميلا ما شاء الله، ويعني ما شاء الله عنده اتقان في قراءه القران، بس يبقى انت الامام بتاعنا.
طيب قعد معاهم 3 4 شهور، بداوا بقى ايه يبعتوا له اولادهم يحفظوا من القران ويعلموا من اللغه العربيه ويعلموا من الكتاب والسنه و فرحوا بيه جدا وانسوا بيه جدا، قالوا له خليك معانا بقى عايش على طول، وعشان تعيش معانا ايه رايك تيجي نجوزك بقى وتعيش معانا؟ قال لهم ماشي موافق، بس انا ما انت عارفين لا يسمع الا درهم ولا دينار. قال له ما تشغلش بالك، العروسه موجوده والفلوس موجوده والبيت موجود، احنا مش عايزين غير انسان تقي زيك يحافظ على البنت دي. فإذا بالإمام الزجاج يزفوه على ابنة إمام المسجد اللي كان هو راحه بقى المسجد ده، فلما زفوه عليها نظر في صدرها في ليلة البناء، طبعا كانت موجودة في وسط المحارم بتوعها، فنظر في صدرها فوجد العقد اللي هو لقاه في الحرم، فاستغرب قال سبحان الله ما هذا العقد؟ قالوا له يا إمام أنت كسرت بخاطر البناية يعني، بدل ما تبص لها هي عمال بيبص العقد. قال لهم لا العقد ده ليه قصة عجيبة جدا عندي. قالوا له إيه القصة؟ قال لهم كنت في الحرم في يوم من الأيام لقيت العقد ده، ولقيت راجل بينادي وبيقول هدي 500 دينار للي هيلاقي العقد ده، فأنا اديته العقد ورفضت أن آخذ مالا، فترى هو ده العقد؟ فكبر الناس وهللوا لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر. قال لهم خير يا جماعة في إيه؟ قالوا له يا سيدي الراجل اللي لقى العقد ده اللي انت اديته العقد دوت هو امام المسجد وهو ابو البنت ديت، ولما انت اديته العقد ورجع البلد ديت قال لهم والله لقد وجدت رجلا تقيا، والله ما رايت اتقى لله منه، والله نذر علي لله ان وجدت هذا الرجل لأزوجنه ابنتي. فمات الرجل قبل أن يراك، ويقدر المولى عز وجل أن أنت تركب السفينة وتطلع لحد ما توصل عندنا وتبقى إمام المسجد ونجوزك من نفس البنت اللي أبوها كان بيتمنى أن هو يجوزها لك. قال فعشت معها بأنعم عيشة وأنجبت لي ولدين كالفهدين أو كالقمرين سبحان الله، وعشت أنا وزوجتي وأولادي الاثنين لحد ما ماتت زوجتي وورثت العقد أنا وأولادي، وبعت العقد حتى أنفق على أولادي، ومات ولدي الولاد الاثنين كمان ماتوا، وأنا ما زلت أنفق يعني من هذا المال الذي يعني أخذته من مال هذا العقد. قال حتى نفد ما في العقد أو نفد المال الذي بعت به العقد، وما بقي إلا الدرهمان وهما معي الآن. يعني من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أخوي وحبيبي الإنسان يكون عنده ورع، لكن كان أعظم قصر في الكوكب ده كالعادة هو قصر الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صاحب أعظم قصر في كل كوكب بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتورع عن أي شيء، أي شيء في مش شبهة في ذرة شبهة كان يتورع عنها. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم إني لأنقلب إلى أهلي لما برجع بيتي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لأكلها، خد بالك، ثم أخشى أن تكون من تمر الصدقة فألقيها مرة ثانية. حبيبنا صلى الله عليه وسلم تعال نشوف إزاي النبي كان بيعلم الأمة الورع، ان انت تتورع عن اكل الحرام، ان انت تتورع عن سؤال الناس، ان انت تتورع ان انت تاخد مال ما هوش من حقك، ان انت تتورع عن ان انت في يوم من الايام تدخل جوفك او جوف اولادك او زوجتك لقمة من الحرام. قال صلى الله عليه وسلم فضل العلم احب الي من فضل العبادة وخير دينكم الورع. عن الحسن بن علي كما عند الترمذي بسند صحيح قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. الله أكبر. أحيانا الإنسان بيروح يقول للمفتي أو لشيخ من المشايخ أنا عملت كذا، حطيت فلوسي في البنك الفلاني، عملت الصفقة الفلانية، يا ترى دي حلال ولا حرام؟ كون إن أنت بتسأل أنت قلقان، أنت قلقان، وإلا لو كان العمل ده حلال صرف لا يمكن أبدا تسأل. اللي شغال في بنك بيروح يسأل هو شغل البنك حلال ولا حرام، اللي شغال في التأمينات بيسأل هو شغل التأمينات حلال ولا حرام. أنت لو كنت شغال في مطعم بيقدم لقمة حلال كنت سألت؟ طبعا لا يمكن تسأل، لكن بتسأل إن أنت حاسس من جواك إن في ريبة إن في شبهة. ربنا يرزقنا إياكم الحلال الطيب. عن النواس بن سمعان كما عند مسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب إلى الجبل فيحتطب فيبيع ويشتري ويتصدق خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه،
ولأن يأخذ ترابا فيجعله في فيه أي في فمي خير له من أن يجعل في فيه ما حرم الله عز وجل عليهم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد أيضا بسند صحيح، أعمال بسرد لك أحاديث تدل على أن النبي بيحضك على العفة، أن أنت تكون إنسان عفيف ما تجريش ورا بطنك، ما تجريش ورا لقمة حرام، ربنا يرزقنا وإياكم الحلال الطيب. قال صلى الله عليه وسلم أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا ولا يهمك لو فاتتك الدنيا كلها، كفاية عليك الأربعة دولت. إيه هم يا رسول الله؟ قال حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة. الله أكبر، أعيدهم تاني: حسن أمانة، صدق، حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة، كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الحلال بين، واضح، واضح مش محتاج تسأل عنه، والحرام بين برضو واضح، لكن بينهم إيه؟ أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، لكن طالما في شبهة قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعها، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في الأرض محارمه سبحانه وتعالى. إن دائرة الحلال والحرام، دائرة الحلال كبيرة جدا قبالك، ودائرة الحرام قليلة جدا، ودائرة الشبهات أكبر من دائرة الحلال والحرام. فالناس، ولذلك ربنا أما قال في كتابه قال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، معناه إيه؟ هعدلك الحرام بس كده والباقي كله حلال. ده معناه إيه؟ معناه الحلال كتير والحرام هو القليل. الناس بقى وسعت دايرة الحرام بالشبهات والشهوات والحيل التي احتالها كثير من الناس في هذه الأيام، حتى ما ضيقوا دايرة الحلال ووسعوا دايرة الحرام، حتى إنك انت النهارده لما تعوز تشتغل تلاقي قدامك 20 وظيفة منهم على الأقل 15 وظيفة حرام وخمس وظائف حلال. ليه؟ الناس ضيقت الحلال وكترت الحرام. بين الحلال والحرام دائرة الشبهة، فأنت طول ما أنت في دائرة الحلال لا يمكن تقرب من الحرام، لكن لو انتقلت من دائرة الحلال ودخلت دائرة الشبهة يقينا هتقع في الحرام. عشان كده ابعد. الإمام البخاري قبل أبوه ساعة لما جاي يموت راح منادي عليه، نادى على الإمام البخاري قال يا بني والله لقد تركت لك ألف ألف يعني مليون، والله ما أعلم فيهم درهما فيه شبهة. مش حرام ليه؟ لأنه كان ملازم أهل العلم، كان لما يعوز يمضي صفقة أو يعمل أي حاجة كان يسألهم الصفقة دي حلال ولا حرام ولا فيها شبهة، لو قالوا حرام أو فيها شبهة لا يمكن يمضيها، ولو قالوا هي حلال كان يمضيها بفضل الله. قال صلى الله عليه وسلم كن ورعا تكن أعبد الناس. الله أكبر، اللقمة الحلال لها ثمرة. عشان كده حتى حضرتك تشوف مثلا ما شاء الله أولاد متربيين جدا ومؤدبين جدا وخلقين جدا وما شاء الله في العبادة زي الفل، يقول لك أصل دول ولاد حلال، دول ما أكلوش لقمة حرام. وأنا بقولها ورب الكعبة بقول حقيقي أنا ثمرة أم طيبة ربتني تربية طيبة، وثمرة أب فاضل ربنا يحفظه ويشفيه رب العالمين رباني على اللقمة الحلال، عمره ما أكلنا لقمة حرام بفضل الله، طلعنا ولاد حلال. فعلا فرق كبير جدا بأن أب يفرح بأنه بيجيب لقمة حرام ويأكل ولاده، وبين أن أب يقول لا يمكن أدخل على ولادي لقمة حرام أبدا. أخوي وحبيبي والله الذي لا إله غيره، الدنيا كلها ما تساوي ان انت تجري ورا لقمة حرام. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين، والحديث رواه مسلم. ثم في ذكر النبي في اخر الحديث ذكر الرجل اشعث اغبر يطير السفر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب، مشكله عنده كبيره، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. أخوي وحبيبي لو ألقيت في جوفك لقمة حرام لا تقبل لك عبادة 40 يوم ولا يرفع لك دعاء 40 يوم، يساوي ده إيه جنب لقمة؟ واللقمة هتعدي وهتروح وخلاص وهتنتهي سبحان الله، ولا يبقى إلا عملك الصالح. احرص أخوي حبيبي، الدنيا ما تستاهلش إن أنت تنسى دينك وتنسى إن في يوم هتقف في بين إيدين ربنا. لا تزول قدم عبد من عند ربي حتى يسأل عن أربع: عن علم، عن ماله،
عن عمره، عن عمره فيما أفناه، وعن ماله فيما، وعن شبابه فيما، عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. هتتسأل ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان. ينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. إن الإنسان إزاي إن هو يعني يكون ورع، تكون ورع في نظرك، عينيك ما تتمدش للحرام، تكون ورع في سمعك، ودانك ما تتمدش لحاجة ربنا محرمها، تكون ورع في الشم، لا تتلذذ بشم عطر من امرأة أجنبية عنك عياذا بالله، تفضل تمشي وراها عشان تشم عطرها. يكون عندك ورع في البطن، لا تلقي في جوفك أي لقمة حرام، ربنا يحفظنا ويحفظك ويرزقنا الحلال الطيب. إن يكون عندك ورع في الفرج، الفرج لا يمد إلا للحلال، لا تفعل به أي شيء كالعادة السيئة أو عياذا بالله، أو تقع به في الزنا أو لواط أو غير ذلك. يكون عندك ورع، إن يكون عندك ورع في لسانك، لسانك حصانك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صمت نجا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها في الجنة 70 خريفا، وفي رواية يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. والعكس بقى، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوى به في جهنم 70 خريفا، وفي رواية يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. هنزيد يكون في ورع في اللسان وفي العين وفي الودان وفي كل شيء يا جماعة، في الجوارح، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. أخوي وحبيبي كل الجوارح هتشهد عليك. احرص على اللقمة الحلال، اوعى تفرح بان انت تبني بيت من الحرام، اوعى تفرح بان انت تأكل ولادك وتسمنهم من الحرام، اوعى تفرح بان انت تخلي ولادك في اعلى المراكز من مال حرام، بل افرح ان انت تعيش اولادك على الكفاف بس من لقمة حلال. هيطلعوا عارفين حق الاب وحق الام وحق ربنا قبل اي شيء. هيطلع ابنك يبوس ايدك ويبوس ايد زوجتك اللي هي امه، وهيعرف حقكم بفضل الله وهيبركم بفضل الله. انما لو اكل حرام يقينا والله هيطلع عقل الام والاب، وهيكون اول واحد يحكر على مالك لان المال ده جاي من الحرام. ربنا يرزقنا واياكم يا رب اللقمة الحلال. محتاجين ان احنا فعلا نتخلق بخلق هذا الكوكب وباهل هذا الكوكب، كوكب الورع. اخويا وحبيبي تعالى نركب سفينة الفضاء عشان نرجع مرة تانية، عشان بكرة نطلع رحلة جميلة قوي قوي ان شاء الله، ونطلع لكوكب تاني. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استعد معانا يلا، واملأ قلبك بالأماني، كوكب الأرض في زمننا ضيعوا فيه المعاني. لو تحب تشوف وتسمع صوت بلال لو جيتاني، انسى كل هم